اهلا بحضراتكم مره ثانيه، واحنا داخلين على موسم المدارس باك تو سكول ان شاء الله. يعني كل سنه وانتم طيبين، ويكون موسم كويس على كل الـ الاباء والامهات اللي هم بيتحملوا الحقيقه العبء الاساسي في مساله التعليم. والحقيقه في الفتره دي في استعدادات بقى عملها وزاره التربيه والتعليم، الرئاسه مهتمه، عيد المعلم، يعني مناسبات كلها لها علاقه بالتربيه والتعليم في مصر، والتعليم اللي هو اساس كل حركه نحو المستقبل احنا عايزينها ومحتاجينها. يسعدني النهارده يكون معانا ثلاثه من قيادات الوزاره اللي عايز يسال اي اسئله اهلا وسهلا، يعني على الرحب والسعه. اللي عنده مشاكل برضو مهم جدا عشان نبتدي كده الموسم على بشفافيه وعلى ميه بيضاء ان شاء الله. يسعدني ويشرفني يكون معايا دكتوره بثينة كشك، رئيس الاداره المركزيه للتعليم الاساسي والرياضي للاطفال. اهلا بحضرتك دكتوره بثينة. اهلا وسهلا. ويسعدني ايضا يكون معايا الاستاذ ابراهيم حلاوه، مدير عام الاداره العامه لدعم اللامركزيه بالوزاره. حلو، ده تايتل عظيم جدا ومهم، وعايزين نفهم اللامركزيه ان شاء الله. ويسعدني ايضا يكون معانا فنان ومتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم ايضا جنب دوره الفني، الاستاذ هاني كمال، متحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. اهلا بيك استاذ خالد. ازيك وازي المشاهدين الكرام؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبين. انا عايز ابتدي الحقيقه باللقاء اللي عقده سياده الرئيس مع نخبه من قيادات الوزاره، حضرته دكتوره بثينة. هل كان عشان عيد المعلم، ولا هل عشان استعدادات الوزاره، وايه اللي الرئيس مهتم بيه في الفتره دي في بدايه الموسم الدراسي الجديد؟ اقول لحضرتك وللساده المشاهدين، اللقاء الاولاني اللي كان مع معالي الرئيس الجمهوريه في الاتحاديه كان لقاء له اكتر من هدف الحقيقه، وعايز اقول لك كان لقاء شامل. اولا هو كان طبعا بيحيينا وبيقول معالي فخامه الرئيس ان هو بيعرف دور المعلم كويس، وعارف ان احنا علينا مسؤوليه كبيره. ده كان رفع لمعنوياتنا بشكل ايجابي غير عادي. النقطه الثانيه الحقيقه ان هو كان بيوصينا على اولادنا في مصر، وبيوصينا على ابنائنا اللي في المدارس، وبيقول ان هم اولادنا وان هم دول مستقبل مصر، وان احنا لازم نخلي بالنا منهم. كان بيوصينا ان احنا نغرس القيم الانسانيه عند ابنائنا الطلاب مره ثانيه، وان احنا نحتويهم عشان ما حدش يسرقهم مننا. يعني فخامته قال بنفس الاسلوب، هل معقول ابننا هو اللي بيمسك طوبه ويكسر حاجه في البلد؟ فكان الهدف الثاني هي توصيه لينا بابنائنا اللي في دور تربوي ودور توعوي بمشاكل البلد. عايز اقول لحضرتك ان انا يعني حسينا قد ايه فخامه الرئيس معانا، حسينا قد ايه فخامه الرئيس عنده قدر من الفهم لما يحدث في الميدان بشكل يعني غير عادي. غير عادي الحقيقه، لانه كان بيتكلم وكانه معانا في الميدان، وكانه يعني عارف المشاكل بتفاصيلها بالظبط. وهو يعني معاليه ما اداناش فرصه واتكلم في التفاصيل على طول. خلي بالكم من كذا، دول مسؤوليتكم كبيره. يعني فخامه الرئيس لما يقول انا عارف الدور اللي انتوا بتقوموا بيه وعليكم مسؤوليه، وانا بحييكم وانا بحترمكم، قدر من الطاقه الايجابيه شعاها معالي الرئيس لينا غير عاديه. عايزين نصدرها للمدارس بالظبط. انا عايزه اقول لك كده، عايزه اقول لك كلنا اللقاء امبارح والنهارده قد ايه حسيت ان احنا عندنا كم من الطاقه الايجابيه غير عاديه، لدرجه ان احنا عايزين بقى يعني فعلا نشعها احنا كمان على الميدان وعلى المدارس وعلى الطلاب. فهو كان لقاء طبعا عالي جدا. اعترف معالي الرئيس ان المعلم، ايوه احنا بندي المعلم قليل، وسال سؤال مهم جدا وفخمته عادوا تاني النهارده، يا ترى ندي المقابل المادي للمعلم الاول ولا نشتغل الاول ونشوف الناتج وبعدين ندي؟ ده كان سؤال مهم جدا، وطبعا تقريبا كلنا متفقين مع معالي الرئيس ان احنا لازم نشتغل الاول، علشان كلنا بنضحي عشان خاطر مصر في هذه الفتره. وقال نصبر، واحنا بنقول هنصبر. هنصبر يا ما فخامه الرئيس ووعدناه بده، وكلنا على استعداد، اكيد كل الشعب المصري على استعداد انه يصبر علشان ان شاء الله مصر تقف على رجليها باذن الله. انا اسف طبعا ما قلتلكمش كل سنه وانتم طيبين بولاد بتعيد المعلم، يعني دي برضو حاجه من الحاجات يعني المهمه ومناسبه رائعه. النهارده كان في كلام حوالين الدروس الخصوصيه فيما يبدو، لانه احد الاعلاميين عرفنا انه خلال اللقاء اتكلم عن الدروس الخصوصيه، وان الرئيس يعني دافع عن المعلم اللي بيضطر لده، على حسب ما انا عرفت. للاسف فاتني هذا اللقاء. استاذ ابراهيم كان ايه اللي حصل؟ لا انا ما حضرتش اللقاء. حضرتك يا دكتوره بثينة برضو؟ الحقيقه معالي الرئيس دافع جدا،
ولدرجه ان قال إيه بقى كل اللي في القاعه سقفوا يعني بحراره جدا لانهم شعروا قد ايه فخامه الرئيس. يعني من الاخر فخامه الرئيس قال اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. يكفي ان فخامه الرئيس قال انا شفت بنفسي مدرس لابس شبشب. انا شفت بنفسي مدرس ما بيقدرش يدفع تذكره الاتوبيس. هو يقصد باحساسه بان الناس متعذبه وبتعاني محتاجه. بس في نفس الوقت قال حاجه مهمه جدا، قال مش معنى كده ان انا بشجع ده. مش لكن معنى لكن متفهمه، متفهم الوضع ايه في اللي موجود دلوقتي. فلما ندي، لما تقدر مصر تدي، لدرجه ان معالي الرئيس يعني حسبها حسبه بسرعه علشان نرجي المعلم يبقى محتاجين قد ايه. فقال لما مصر تقدر تدي المعلم العطاء ده ساعتها نمنع، لما الدوله تقدر تديله بالظبط. فده كمان كان احساس رائع من فخامه الرئيس للمعلم. طيب النهارده برضو استاذ ابراهيم، انتوا ايه استعداداتكم بقى للموسم الدراسي؟ يعني احنا بنتكلم عن تصدير طاقه ايجابيه، وهجي لك انا عشان الوزير والاعلام وعلاقتك بالاعلام. في طاقه ايجابيه، الناس داخله على موسم دراسي جديد، بس احيانا بقى بتحصل احباطات، بتبتدي البيوت بتحسب الدروس الخصوصيه، الكتاب المدرسي بيتاخر، محافظات فيها مشاكل، أبنية تعليمية فيها أزمات، تخط ناقصة، شبابيك مكسرة، أسوار مدارس في بعض القرى والمحافظات في مشاكل، صيانة ناقصة. مش قصدي طبعا أراكم المشكلات، لكن تمام. إيه تصورات المواجهة دي بحيث إن إحنا نبتدي إيجابيين فعلا ونكمل إيجابيين لحد الآخر؟ تمام. إحنا بنتكلم على موضوع الصيانة بالنسبة للمدارس، ده الشق اللي بيخصنا بالذات، لكن طبعا في حاجات تانية كتيرة زي الكتب، زي فلو الناس اللي بيتكلم في الجزئية دي. تمام. الشق اللي بنشتغل فيه هو لا مركزية، اللي بدأ فكرته من 2002، بدأت تعمل عليه دراسات عندنا في الوزارة مع جهات أخرى في 2007، بدأ التطبيق الفعلي فيه في 2008-2009، وده كان في 3 محافظات على مستوى الجمهورية، كان عندنا الأقصر، وكانت الإسماعيلية، وكانت الفيوم، حوالي 8 مليون جنيه كان وزارة المالية، اشترك في هذا الكلام عندنا عديد من الوزارات، وزارة التنمية المحلية، وزارة التنمية الإدارية، وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، بإشراف طبعا رئاسة مجلس الوزراء. التجربة تمت الحمد لله على أعمال الصيانة في المدرسة، القرارات الوزارية في المحافظات اللي حضرتك ذكرتها 3 على مدى سنتين، وتم تقييم التجربة من جهات أجنبية، والحمد لله أيدوا نجاح التجربة، مفيش إهدار للمدارس. كم مدرسة يعني حصل لها؟ لا، هو ما كانش كل المدارس اللي موجودة عندنا في 3 محافظات كلها بالظبط على المبالغ اللي انا اتكلمت عليها. وحصل فيها تطور كويس جدا، في يعني في شكل الابنيه كان في استثمار امثل للموارد اللي وصلت من وزاره الماليه، هي فلوس الوزاره من ميزانيه الوزاره، ولكن بدل ما الوزاره توزعها مركزي اتوزعت لها مركز عندنا على 3 محافظات. بدا التطبيق الفعلي في 27 مديريه من 2010-2011 سنه الثوره. الهدف من هذا الكلام، احنا عاوزين الاستثمارات اللي بتتصرف على المباني الضخمه دي اذا ما كانش فيها صيانه هيقل العمر الافتراضي بالنسبه لهذا المبنى. عشان كده لابد يكون فيه صيانه مستمره موجوده. الصيانه اللي بنشتغل فيها دي بتبقى عندنا شقين او نوعين. في صيانه بسيطه. انا سمعت ان حضرتك مدي صور للزملاء بالظبط. طب اعرضوا لنا الصور دي برضو يا شباب نشوف. الصيانه دي شقين، والمواطنين برضو في البلدان دي لو شافوا المدارس، لو حد عايز يقول تعليق، حد عايز يوضح حاجه برضو. هي الصور اللي بتعرض دلوقتي ما قبل عمليه الصيانه دي، نوع من الصيانه الشامله. انا قلت هنا نوعين، صيانه بسيطه بتبقى داخل المجتمع المدرسي. اشكال المدارس كده حضرتك؟ بالظبط، دي في بورسعيد. موجودة حاليا في بورسعيد، واسماء المدارس موجودة عندنا على التايتل اللي موجود بالنسبة للعرض اللي موجود ده. قبل وبعد، دي للصيانة الشاملة. الصيانة الشاملة دي بتتعمل عن طريق المدرسة. يعني انت بتقول كل المدارس في 3 محافظات، يعني حوالي كام مدرسة؟ لا، انا ما اتكلمش على المدارس 3 محافظات، خلاص خرجت منهم. انا الوقت شغال على 27 مديرية على 39,000 مدرسة، بديلهم صيانة بسيطة. في المبلغ اللي بيجي عندنا او المخصص اللي يجي من وزارة المالية، ده بيتوزع عندنا بمعدل التمويل. معدل التمويل دي بتراعي في هذه الحالة عندنا الشفافية، تراعي العدالة وليست المساواة. بمعنى ان مدرسة في محافظة فقيرة بيكون بيديلها شوية زيادة عن مدرسة عندنا في محافظة غنية، لتبرعات اللي موجودة في المحافظة الغنية، المصروفات الدافع كلها في المحافظة الغنية. فالمصروفات المدرسية بعد تعديل القرار الوزاري عندنا، في عندنا 5% في المصروفات دي بتبقى كويسة جدا. بالظبط. فهنا بيتم عملية الصيانة اللي موجودة بسيستم معين موجود مدربين الناس عليه، سواء في الإدارات والمديريات والمدارس كمان. كل سنة بيتم في شهر 7 عندنا تدريب المستهدفين في المدارس، منهم مدير المدرسة، السكرتير، الأخصائي الاجتماعي، مسؤول الجودة في المدرسة، مسؤول الصيانة في المدرسة، عضو مجلس الأمنة بيشاركنا في هذا الكلام. بيتم عندنا توزيع بمعدل التمويل المخصصات المالية دي على الإدارات، المديريات الأول، احنا بنوزعها على المديريات الفصول وعدد طلبة. بعد كده عندنا المديرية بتبدأ توزع على الإدارات
برضه هنا فصول وعدد طلبه. طب يعني طلبة. احنا هنا قدام صور، رجع لي كده الصور الثانيه، الصور شكلها حلو قوي، هل بقى التخت جوه والسبوره والازاز؟ هتشوف حضرتك عندكم صور للتخت والحاجات دي؟ اه موجوده عشان. موجوده فيها. هتشوف التخت برضه، واجهه المدرسه، الازاز، الحاجات اللي موجوده دي برضه شغاله. هنا في منسق لمركزيه موجود في الاداره التعليميه بيوزع على كل مدرسه عدد الطلبه اللي موجوده فيها، الفصول كل فصل بياخد 50 جنيه الفصل الفعلي. هنا بنقول العداله اللي احنا بنتكلم عليها، الفصل اللي بيشغله 40 طالب معدل الاستهلاك فيه مش هيتساوى مع فصل فيه 60 طالب، ف100 طالب معدل استهلاك اعلى، فعشان كده بنديله مبلغ اعلى في عمليه الصيانه. ده مش المخصص الوحيد لاعمال الصيانه في المدارس، لا، ده المصروفات المدرسيه فيها مبلغ كمان للصيانه. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان احنا فلوسنا جاهزه من شهر 7، يبتدي الصين في الاجازه. كل مدرسه الصين حسب حاجتها وحسب احتياجها من الاجازات في الاجازه. الفلوس الصيانه بتاعتنا دي بتستمر من شهر 7 لنفترض عندنا لغايه شهر مارس. مارس دي بعد الفصل الدراسي الاول يبتدي يعمل تحديد احتياجات في المدرسه تاني ويشوف ايه اللي اتكسر عنده ايه كذا، لان دي صيانه طارئه. ازاز يتكسر، لمبه تتحرق، حنفيه تتكسر، مش عارف كذا. احنا عاوزين نخلق بيئه داعمه لعمليه الجوده في المدرسه تؤهل الطالب في هذه يعني الحاله عندنا يرتاح في المدرسه. نعمل الصيانه دي كلها في قد ايه كل المدارس؟ لا احنا مش هناخدها في وقت، يعني النهارده على سبيل المثال لو جيت اقيس النهارده مخصص صيانه حوالي 105 مليون جنيه مخصصين للصيانه البسيطه ل 27 مديريه ل 39000 مدرسه. اللي اتصرف لغايه النهارده ما يخرج من 30 مليون جنيه. الكلام ده من امتى؟ من بعد اعتماد معالي فخامه الرئيس للموازنه العامه للدوله في حوالي 22/7 بدأ نوزع المخصصات دي في الفتره الوجيزه اللي موجوده، نفترض من اول شهر 8 لغايه النهارده اتصرف حوالي 30 مليون جنيه لاعمال الصيانه. مش كل المدرسه النهارده بتحتاج صيانه، كل واحد بيسحب على قد المبلغ بتاعه اللي بيحتاجه اللي بيحدد هذا الكلام فريق المدرسه، وده الفرق ما بين عندنا المركزي واللا مركزي. مين اللي بيحدد هنا؟ المجتمع المدرسي بمشاركه هم اللي بيقولوا وهي دي اللا مركزيه بالظبط كده. بيشوفوا الاحتياجات، يعملوا حاجه اسمها خطه تحسين، ان انا عاوز احسن الحاجات، ودي يعتبر مجال اساسي من مجالات الجوده اللي عندنا بتقوم بهم الهيئه العامه الهيئه القوميه لضمان الجوده والاعتماد. ده المجال الثالث اللي هو عباره عن الموارد الماديه والبشريه. احنا شغالين على الموارد الماديه، ان احنا نصلح البيئه المدرسيه سواء كان في اربع عناصر للصيانه، السباكه، النجاره، الكهرباء، نفترض الدهانات. وده مش شغل عشوائي، لا، ده منظومه جايه منين؟ من هيئه الابنيه التعليميه. هيئه الابنيه قلنا لها ايه الحاجات اللي عمل صيانه في المدارس؟ ادت لنا 77 بان. طب دي قاعده اساسيه نلزم بهم الناس، يبقى كده رجعنا للمركزيه تاني. للمركزيه تاني لا، ده كل مديريه بتزود بنود للصيانه على حسب الجغرافيه بالظبط كده. بس برضه مش سبع على الحبل كده على الغارب. لا، ده لابد من موافقه وكيل الوزاره، لابد من وقفه هيئه الابنيه التعليميه اللي هي عشان تتاكد من انه الصيانه دي راح محلها ويتوزع على الناس بالشكل ده، وابتدي الناس تعمل عمليه الصيانه. المجلس الامناء في الحاله دي عندنا بيتابع هذا الكلام، بيشاركنا في تحديد الاحتياجات. الورق والمستندات تروح الاداره عشان تصرف الشيك بتاعها، لابد يتوقع من مجلس الامناء علشان برضه يبقى مشارك. مجلس الامناء كمان بيتابع عمليه التنفيذ. في عند حاجه اسمها خطه انفاق اللي فيها عندنا الحاجات اللي جت دي بتعلق في صدر في مكتب مدير المدرسه، يتكتب فيها ايه اللي جه، ثمنه كام، عدده كام، بعد كده تركب فين، مكان التنفيذ فين، عشان اي زائر او اي متابع يقعد يبص يشوف القائمه اللي موجوده الكبيره دي، يركز على حاجه 2-3 وهو بيمر على المدرسه يشوف فعلا المدرسه اذا كانت فيها مصداقيه، ركبت الحاجات دي، غيرت الحاجات دي برضو بنفس. طيب ده هايل هايل استاذ هاني. الوزير طبعا اكيد بملفات متعدده متابع سواء في كل المراحل التعليميه، الابنيه، المناهج، الكتب المدرسيه. من واقع وجودك كمتحدث باسم الوزاره، شايف الى اي مدى في اطمئنان لدى الوزير ولدى الوزاره من ان الموسم داخل هتبقى بطاقه ايجابيه وكويسه ومفيش حاجه هتتاخر على الناس؟ يعني دعنا نتحدث بصراحه، احنا دلوقتي واضح ان في دوله، المساله دي اعتقد انها واضحه للراي العام بدءا من تنصيب فخامه الرئيس، اللي يعني انا لما امسك بطرف الحديث من دكتور ابو سينه ومما قال الأستاذ إبراهيم حلاوة، عندنا حاجتين أساسيتين. ودعني أنطلق يعني في الرد على حضرتك أستاذ خالد. الدكتور أبو سينة قالت حاجة غاية في الأهمية. المعلم على مدار سنوات مضت بالفعل كان يشعر بالإهانة. وكان يشعر بأنه أصبح كما مهملا. المعلم الذي يمارس رسالة سامية أصبح متهم في كل وقت وفي كل حين، وفي السنوات الماضية الكل ينال من المعلم سواء على المستوى الدرامي أو على المستوى الحديث عنه، الكل ينال منه. الدرامي دي عندك يا عم مش عندي. يعني أنا أقصد أقول أصبحت صورة المعلم علاوة على
ما تعرض لي من ضغوط اقتصادية والحاجة. المعلم يفتح بيت ويحتاج النهاردة فخامة الرئيس لما يقول أنا شفت بعيني معلم لابس شبشب، هنا بيشير إلى شيء خطير جدا. إزاي المعلم صاحب هذه الرسالة السامية يبقى مش قادر عفوا يشتري اللي يخليه نموذج طيب أمام الطالب؟ ده المعلم ده المفروض يبقى هو رقم واحد النموذج. إحنا كنا زمان على ما أذكر كان لما حد يقول للأبوه حاجة أو الأب يقول للابنه حاجة أو الأم فيقول لا أنا الأستاذ قال لي، لا المس يقول له انا ابوك، يقول له لا المس قالت لي او الاستاذ قال لي. للدرجه دي كان المعلم. احنا زمان عندنا كنا بنقول الابله او الابله يعني طبعا الوضع الوضع هم دلوقتي فاهميني يعني بلغه باللغه، انما لو قلناها بلغه الابله والاستاذ لهذه الدرجه كان المعلم يمثل نموذج يجب ان يحتذى به. الطالب ممكن بيقلده في كل حاجه بس عشان الناس ما تفهمش موضوع الشبشب ده غلط يا جماعه. الرئيس كان بيرد كمان على ناس، بيرد غيبة المعلمين فيما يتعلق بأنه الدروس الخصوصية وبتاع، فهو بيقول إحنا مش قادرين نديله دلوقتي من دلوقتي نيجي نقول له ما تعملش والدولة مش قادرة تحل. ده أنا شفت ناس وضعها الاجتماعي كذا 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 عشان نشرح للحتة دي أثارت جدل الصبح لما اتنشرت على بعض المواقع. كان الرئيس بيقولها دفاعا عن المعلم وعن مكانته أكتر منها. فخامة الرئيس تحدث من منطلق وتضامنا مع مطالبه، تحدث من منطلق إنساني وعادل. هو بيقول وهو رئيس الدولة إزاي أحاسب المعلم على ما يمكن أن نسميه جرما وهو دروس خصوصية، وأنا أعلم كدولة أن أنا ما غطيتش كل احتياجاته. حينما أغطي كل احتياجات المعلم، لذلك حينما عرض الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الاستراتيجية الخاصة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر 14-30، واستمر اللقاء ما يقرب من 5 ساعات ونص، كان الركيزة الأولى لتطوير العملية التعليمية هو المعلم. وأكد فخامة الرئيس يجب أن يعاد إلى المعلم حاجتين: وضعه المادي الذي يمكنه من أداء رسالته، وكمان عودة الهيبة التي يجب أن يكون عليها المعلم حتى يتمكن من أداء الرسالة التي نتمناها جميعا. أنا أعتقد يا أستاذ خالد من منطلق الدولة، المفهوم العام للدولة، إحنا كان عندنا المشهد فوضوي إلى حد كبير في الأعوام الماضية وآخر 4 سنين، يعني كل مصري يشعر أنه اختطف هذه الفترة. وبعدين فجأة بعدما تم تنصيب فخامة الرئيس ابتدينا نحس بدءا من مراسب التتويج ورئيسا للجمهورية ان احنا ابتدينا نشتم رائحة الدولة. ووزارة التربية والتعليم شأنها شأن كل الوزارات، احنا اجزاء من الدولة، لازم ولا بد ان تعود الدولة قوية. احنا جاهزين طبعا. طيب. هرجع لك مره ثانيه استاذ هاني، بس لما ناخد اراء بعض المواطنين اللي بيتابعونا دلوقتي. استاذ مرزوق من الغربيه، اهلا بيك يا استاذ مرزوق. الو استاذ مرزوق الغربيه. طيب مدام امل اسكندريه. امل من اسكندريه. والله يا استاذ خالد مساء الخير وبمشي على ضيوفك. وانا ليا شكوى بالنسبه لوزاره التعليم، يعني مدرسه فيكتوريا كوليدج الإسكندرية طبعا حضرتك تكون عارفها طبعا. مشكلتنا ان احنا الاهالي كلنا بندفع المصاريف كاملة في اول يوم بيطلبوها مننا. المشكلة ان احنا بعد ما بنسدد جميع المصروفات بيطلبونا بعد شهرين بأقساط نسألهم دي ايه معناها، يقولوا دي مصاريف مصرية، مصاريف زيادات. كل شهرين يطلبوا مننا 650 جنيه 400 جنيه حاجات كده. طبعا احنا كاهالي محدود الدخل طبعا تعبنا ومش عارفين، وكنا رافعين قضيه ولغايه دلوقتي مش عارفين الوزير قراره ايه. هل هنستمر ان احنا نديلهم ال 5000 جنيه وبعد شهرين نبتدي يستنزفونا 650 جنيه في 200 جنيه تمام جنيه. واضحه استاذ امل واضحه مساله المصاريف والدراسيه وفي بعض الاماكن. هسيب برضو الاستاذ زي يا ريت يكون في نشر يردوا على حضرتك المصروفات، وان احنا ما ندفعش الزياده دي ويجبرونا ان احنا عشان اقدم لابني السنه اللي جايه، يعني عشان يروح سنه ثانيه لازم ادفع المصروفات اللي انا ما دفعتهاش اللي هي بيطالبونا بيها هي كل شهرين ثلاثه واحنا مش عارفين. تمام بشكرك استاذ امل، شكرا جزيلا. استاذ صالح اهلا وسهلا.
الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا بضيوفك الكرام. اهلا وسهلا، اتفضل. بقول لحضرتك انا من اداره مصر القديمه التعليميه. الايه؟ اداره مصر القديمه التعليميه. اهلا وسهلا. حضرتك مدرس؟ مدرس، ايوه. بتشرف ان الدكتوره ابو سنه كانت موجوده عندنا في الاداره. تمام. وكان لنا مشكله، طبعا مشكله عامه مش مشكله خاصه بالنسبه للصالح بس لوحده. هي كانت الست الاستاذه الدكتوره ابو سنه كانت موجوده في الاداره وعارفه مشكله الاداره التعليميه وفيها مشاكل كتير جدا اداره مصر القديمه. واخد بالك حضرتك؟ فبالتالي في بقى لنا مشكله ان احنا من سنه 2013 2014 والسنه اللي قبلها 2013 و2012 لينا اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد. الو، معاك، انا بسمعك يا استاذ صالح، قول لي ليه المشكله. المشكله ان كان عندنا ان احنا كنا مشتركين في اللي هي الاستراحه بتاعت استقبال الساده المدرسين بتوع الصنايع والثانوي العام لاستقبالهم في مدرستنا. الاستراحه. والمشكله ان دي عامه على مستوى الاداره مصر القديمه كلها. 2009 استراحات المدرسين يعني في المدارس؟ ايه، ايوه، هو الاستقبال للمشرفين عليها. مالها الاستراحات؟ ايوه، مالها الاستراحه مالها؟ انا حضرتك اشتغلنا فيها سنتين، سنه 2009 و2010، ناس ما خدتش الفلوس لغايه النهارده. المقابل. تمام، الراحات. طيب بشكرك شكرا جزيلا للدكتورة ابو سينا معانا وهترد على حضرتك. هستنى على التليفونات شويه بس ناخد فاصل ونرجع نكمل مع بعض.